السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ملاء مكاوي. يلا بقى نعمل حلويات الخمس دقايق، ما بتاخدش اكتر من خمس دقايق وتكون جاهزة عندك احلى حلويات. لو مستعجلة وما عندكيش وقت وعايزة تعملي حلويات في خمس دقايق بس، يبقى ما فيش احسن من الطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها يجنن بجد، شكلها تحفة وطعمها احلى، وما بتاخدش اكتر من خمس دقايق، سهلة جدا وبسيطة. يلا نجربوها ونشوفوا هي ايه مكوناتها وطريقتها. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. ويلا بينا نشوفوا طريقة التوست بالنوتيلا. وهو مكونين اتنين بس اللي محتاجينهم، التوست والنوتيلا. لو حابة تغيري حشوة النوتيلا وتحطي اي حشوة تانية براحتك خالص. معانا حوالي 10 قطع من التوست، هنفردهم بالنشابة ونقطع الأطراف بالسكينة بالشكل ده. وبعد ما خلصناهم بالشكل ده هنحشيهم بالنوتيلا وهنقفل الأطراف بالشكل ده. لازم نقفلها كويس، والأحسن ان انتي تحطي مية على دقيق حبة صغيرين وتحطي على الأطراف بالشكل ده عشان تتأكدي انها قفلت كويس. ولازم تاخدي بالك وانتي بتلفيها ما تخرجيش اي نوتيلا بره، وتتأكدي انها مقفولة كويس علشان ما تغلبكيش وانتي بتقليها في الزيت. ولو حابة تغيري الحشوة ممكن تحطي مربى، ممكن تحطي مهلبية او مكسرات زي ما انتي حابة. وبكده خلصنا الكمية، هناخدهم بقى على زيت سخن هنحمرهم، وبعد ما ياخدوا اللون الذهبي هنطلعهم على مناديل المطبخ علشان يتصفوا من الزيت. وفي طبق حطينا فيه شوية من السكر البني، عليهم شوية من القرفة، وهنقلبهم مع بعض وهنحط التوست فيهم علشان ياخدوا طعم القرفة والسكر. شوية زيناهم بالقرفة والسكر وعليهم شوية من السيرب، والباقي هنزينه بالنوتيلا بالشكل ده. وخلاص خلصت وصفتنا، وفي خمس دقايق بس عملتي احلى حلويات. بجد وصفة هايلة وسهلة وبسيطة، ما بتاخدش منك اي وقت ولا مجهود. شايفين بقى النوتيلا من جوه تحفة جدا. ويا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة عليكم وعجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. كان معاكم ولاء مكياوي، مع السلامة.